السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. حصة اليوم إن شاء الله غنتعرفوا فيها على لا ديفيرونس اونتر لو فيرب كونيتر اي لو فيرب سافوار. فاولا اللي كيخصنا نعرفوه انه لو فيرب كونيتر او سافوار كيدلو على لا كونيسونس او المعرفة، ولكن الا عندي شي فراز او جملة وبغيت نستعمل فيرب اللي كيدل على لا كونيسونس او المعرفة، فما غيمكنليش نختاره غير من راسي او نختار الفيرب اللي يعجبني، لا، فكاينين قواعد اللي كيخصني نتبع. وحاجة اخرى، الا عندي اون فراز فيها لو فيرب سافوار ما غيمكنليش نعوضو بلو فيرب كونيتر مع انهم تقريبا عندهم نفس المعنى. وايضا الا عندي فراز فيها لو فيرب كونيتر ما كيمكنليش نعوضو بلو فيرب سافوار. فكيف سبق وقلت كاينين دي راجل اللي كيخصني نتبع باش نعرف اش من فيرب اللي غنستعمل، واش كونيتر او سافوار. والان مرة نتعرفوا على متى نستعمل لو فيرب كونيتر ومتى نستعمل لو فيرب سافوار. فلنبدا على بركه الله. فلو فيرب كونيتر كنستعملوه الا كان عندي ان نون او ان غروب دو نون. فالا عندي اون فراز فيها ان نون فقبل منها كنستعمل لو فيرب كونيتر. نشوفو اكزامبل او مثال. il connaît le problème. il connaît le problème. فهنا عندي لو بروبليم est un nom donc غنستعمل معاه لو فيرب connaître. il connaît le problème. ايضا لو فيرب connaître كنستعملو الى عندي une personne. فالى عندي une phrase اللي فيها une personne او شخص فكنستعمل معاه لو فيرب connaître. exemple nous connaissons احمد. Nous connaissons Ahmed. فهنا بالنسبة il connaît le problème كتعني هو يعرف المشكل. هنا nous connaissons Ahmed يعني نحن نعرف أحمد. أيضا le verbe connaître كنستعملو إلى عندي un lieu مكان un lieu. Exemple je connais cette ville. أنا أعرف هذه المدينة. Donc ville la ville يعني un lieu مكان فغنستعمل معها le verbe connaître. Je connais cette ville أو أنا أعرف هذه المدينة. Donc قلنا le verbe connaître كنستعملو إلى عندي un nom, une personne, un lieu. ما عمر le verbe connaître كنستعملو مع des verbes. Jamais. Le verbe connaître دائما كنستعملوه مع les noms وماشي مع les verbes. D'accord. الآن مرة نشوفو le verbe savoir. Le verbe savoir كنستعملو دائما مع لي فيرب. الى عندي ان فيرب فكنستعمل قبل منه لو فيرب سافوار. داكور، على عكس لو فيرب كونيتر. قلنا لو فيرب كونيتر كنستعملو مع لي نون، و لو فيرب سافوار فرا كنستعملو مع لي فيرب. وهاد لي فيرب كيكونوا الانفينيتيف، يعني هاد لو فيرب اللي كيجي من مور لو فيرب سافوار كيكون الانفينيتيف، لانه اصلا فاش كيكون عندي دو فيرب دائما الاول كنصرفوه والثاني كيكون الانفينيتيف. هذه قاعده معروفه وشحال من مره ذكرتها. نشوفوا اكزامبل. il sait nager. il sait nager. دونك هنا عندي nager ان فيرب، دونك قبل منه كنستعمل لو فيرب savoir. لو فيرب savoir كنصرفوه و لو فيرب اللي من موراه كيكون الانفينيتيف. وايضا لو فيرب savoir كنستعملوه الى عندي لي بروبوزيسيون سوبوردوني. que qui où quand pourquoi comment si. دونك الى عندي هاد لي بروبوزيسيون سوبوردوني في اون فراز فكنستعمل قبل منهم لو فيرب savoir. نشوفو اكزامبل. je sais que tu mens. Je sais que tu mens. Je sais que tu mens. يعني أعلم أنك تكذب. دونك هنا عندي كو فأوتوماتيكمون قبل منها كنستعمل لو فيرب savoir. داكوغ، فنتمنى يكون واضح لكم. فقلنا لو فيرب كونيتر دائما كنستعملو إلى عندي أن نون أو أون بيغسون أو أن ليو. لو فيرب savoir كنستعملو إلا كان عندي أن فيرب أو عندي أون بروبوزيسيون سوبوردوني. داكوغ. والان مرة نتعرفوا على لا كونجوغيزون تاع لو فيرب كونيتر اي سافوار. نبداو بلو فيرب كونيتر ونشوفو تصريفو في لو بريزون. je connais tu connais il elle connaît nous connaissons vous connaissez il elle connaissent. fa je connais la terminaison is tu connais is il connaît it. فهنا اللي كنلاحظوا انه اي كتبناها باكسون سيركونفليكس. بوركوا؟ لانه جات من موراها تي وماشي اس. فديجا شرحت لكم علاش اي ما كنديروش فيها اكسون سيركونفليكس الا كانت تابعه اس،
غنخلي لكم الدرس نتاع لي زاكسون في صندوق الوصف. نو كونيسون، فانتبهوا بالنسبه لنو فو ايل، ف لا تيرمينيزون فيها دو اس اي دو اس او ان اس اي دو اس او زد اي دو اس او ان تي. دونك هذا بالنسبه لو فيرب كونيتر او بريزون. الان نمرو نشوفو لو فيرب كونيتر او باسي كومبوزي. جي كونو، tu as connu، il، elle a connu، nous avons connu، vous avez connu، ils، elles ont connu. Donc on dit l'auxiliaire avoir plus le participe passé اللي هو connu، و connu راه ما كيتغيرش، le participe passé كيبقى دائما connu. نمر نشوفو le verbe connaître au futur. je connaîtrai، tu connaîtras، il، elle connaîtra، nous connaîtrons، vous connaîtrez، ils، elles connaîtront. Donc هذا بالنسبة le verbe connaître au futur. الآن مرة la conjugaison تاع le verbe savoir. Donc au présent je sais، tu sais، il، elle sait، nous savons، vous savez، ils، elles savent. Donc je sais la terminaison AIS، tu sais la terminaison AIS، il sait la terminaison AIT، nous savons la terminaison AVONS، vous savez la terminaison AVEZ، ils، elles savent la terminaison AVENT. Donc هذا بالنسبة le verbe savoir au présent. Au passé composé j'ai su، tu as su، il، elle a su، nous avons su، vous avez su، ils، elles ont su. Donc on dit l'auxiliaire avoir plus le participe passé le roi su. قلنا le verbe connaître le passé composé qui est connu، ou le verbe savoir qui est su، j'ai connu، j'ai su. D'accord. الآن عندي le verbe savoir au futur. je saurai، tu sauras، il، elle saura، nous saurons، vous saurez، ils، elles sauront. je saurai، tu sauras، il، elle saura، nous saurons، vous saurez، ils، elles sauront. والآن نمروا الإكزرسيس أو التمرين باش نفهمو مزيان متى نستعمل لو فيرب كونيتر و متى نستعمل لو فيرب سافوار. فاللي غير خصكم تقومو به هو تملؤو هاد الفراغات سوا بلو فيرب كونيتر أو سافوار على حسب لا فراز. فوقفو لا فيديو، قومو بإنجاز الإكزرسيس و نرجعو نصحو من بعد. والآن صحو الإكزرسيس. il، cette histoire. هنا عندي cette histoire. histoire est un nom. Donc automatiquement كنستعملو le verbe connaître. il connaît cette histoire. mes enfants parlaient trois langues. donc عندي هنا parlé، فقلنا دائما الى عندي un verbe فكنستعمل معاه le verbe savoir. mes enfants savent parler trois langues. je، que tu aimes les aventures. فقلنا le verbe connaître كنستعملوه الى كان عندي un nom، une personne ou un lieu. هنا عندي que، وقلنا le verbe savoir كنستعملو مع les verbes ومع les propositions subordonnées اللي منهم que. donc je sais que tu aimes les aventures. هنا غنستعمل le verbe savoir. tu as، Sarah، tu as. donc هنا واش غنستعمل le verbe savoir ou bien le verbe connaître؟ هنا عندي سارة اللي هي اون بيرسون، دونك اوتوماتيكمون غنستعمل معاها لو فيرب كونيتر. tu as connu سارة؟ tu as connu سارة؟ داكوغ. دونك نتمنى درس اليوم يكون واضح لكم، تعرفنا فيه على الفرق ما بين لو فيرب كونيتر و لو فيرب سافوار. قلنا لو فيرب كونيتر كنستعملوه الا كان عندي ان نون، اون بيرسون و ان ليو، و لو فيرب كونيتر كنستعملوه الا، و عفوا لو فيرب سافوار كنستعملوه الا كان عندي ان فيرب على الانفينيتيف ou bien les propositions subordonnées. نتمنى يكون كلشي واضح لكم. ما تنساوش تشاركوا الدرس مع اصدقائكم احبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيتعمل فائده، ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله.